بركاته، يا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض. فرحتوني في يوم عيد ميلادي، كنت مرعوب من بداية اليوم، قلت في عيد ميلادي الجزائر ربنا يستر. الحمد لله أول 25 دقيقة هدفين فرحتوني، أحسن هدية ليا في عيد ميلادي. وإن شاء الله نبارك لكم بعد المباراة على طول، نعمل فيديو التحليل وهبارك لكم بإذن الله. متأكد بعد الهدفين اللي في الدقيقة 25، هدفين في 25 دقيقة، مستحيل في وسط الجماهير العظيمة دي الماتش يتقلب على الجزائر. وواثق إن هيد، واضح من اللعيبة رجالة، واضح زكريا قريب قوي من محيوس في الهدف الأولاني، زكريا ومحيوس طلعت كورنر. الهدف الثاني زكريا ومحيوس، لما يبقى في قريبين من بعض جوه ال 18 بيبقى في حلول. مليون مبروك وهنبارك لكم بعد المباراة، وأشكركم إن في يوم عيد ميلادي شاركتوني الفرحة. أنا قاعد في أول 15 دقيقة الهدف فرحت جدا، الهدف الثاني في الدقيقة تقريبا 25 فرحت أكتر واتطمنت أكتر. لازم توصلوا إن شاء الله للنهائي، وإن شاء الله تاخدوا البطولة، لأن ما ينفعش الافتتاح والاستادات والروعة دي كلها ونفرحش في الآخر بالبطولة. مليون مبروك وفرحتوني في عيد ميلادي، أشكركم.